في حبيب العدل ومساعدوه كل عن نفسه أمام قاضي إعادة المحاكمة بأكاديمية الشرطة يتوقع على نطاق واسع أن يختار مبارك البالغ من العمر 86 عاما يختار الدفاع عن نفسه بعدما غاب عن عدة جلسات ماضية بسبب الحالة الصحية. العدل وزير الداخلية طيلة 14 عاما تحدث أمام المحكمة للمرة الثانية هذا الأسبوع. العدل جدد خلال مرافعته الثانية اتهامه لجماعة الأخوان بتدبير مؤامرة في 25 من يناير. لم يحدث طوال السنوات اللي هي ما قبل 11 يناير أي خسائر بشرية وأي إصابات خلال طوال تأمين هذه المظاهرات اللي كانت بتطلع بأعداد كبيرة جدا، مما يؤكد أن القرار الأمني كان قرار سليم وليس قرار متهور أو ناقص عن مواجهة أي حدث. خلال الفترة من 2004 و 2005 كانت الولايات المتحدة بتنشط في أوساط المجموعات السياسية المتحركة في البلد 6 أبريل وكفاية، وعناصر مستقلة وعناصر تنتمي لكل القوى ومنهم الإخوان المسلمين تحت غطاء تعليم هؤلاء الشباب الديمقراطية، أي ديمقراطية اللي هي كانوا هم عاوزين يطبقوها ذات النمط الحياة الغربية اللي ما تتفقش مع القيم بتاعتنا الدينية ولا المعطيات السياسية والاجتماعية. تصاعدت الحركات المعارضة بشكل كبير وأخذت شكل التهديد بالعصيان المدني، التهديد بوقف الإنتاج، التهديد بوقفات احتجاجية، تشجيع المطالب الفئوية، التهديد بوقف الإنتاج زي ما قلنا حصل قبل كده في المحلة وكانت هتعمل مشاكل كبيرة، وتصاعدت بشكل كبير قوي قوي ما بعد انتخابات الشعب والصورة في 2010. برضو خلال هذه الفترات دي كلها لم يحدث أي إصابات أو أي خسائر بشرية، مما يؤكد أن القرار الأمني كان قرار سليم ولم يكن قرارا متهورا. ننوه عناية سيادتكم مشاهدين بأنه تم رفع الجلسة وتستأنف في تمام 1:30 للاستماع إلى شهادات باقي المتهمين ومنهم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ طارق العوض المحامي بالنقد ومدير مركز دعم القانون. أستاذ طارق، ما الذي تتوقع أن تضيفه مرافعة مبارك اليوم عن نفسه؟ يعني في الحقيقه دعيني في البدايه يعني اوجه تحيه لحضرتك والى الشعب المصري العظيم الذي قام بثورتين عظيمتين هما ثورتي 25 يناير و30 يونيو. سواء مرافعه مبارك او سواء مرافعه حبيب العدلي او ايا من هؤلاء المتهمين المدانين في احكام في قضايا اخرى، اعتقد انها لن تضيف جديدا الى القضيه. نحن امام قضيه جنائيه واضحه المعالي، قضيه قتل متظاهرين، قضيه فساد، وبالتالي لا علاقة لكل ما يتم الآن من محاكمة لثورة 25 يناير واعتداء واضح وصارخ على دستور 2014 ولكل المؤسسات، مؤسسات الدولة الرسمية التي وصفت هذه الثورة بأنها ثورة عظيمة باركها الجيش ووقف بجانبها سواء في 25 يناير أو في 30 يونيو. ما يتم الآن هو محاولة لتشويه هذه الثورة وإعادة تبييض وجه هؤلاء المفسدين الذين ثبت بأحكام نهائية وبتة. يعني حبيب العدل الذي يترافع اليوم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية صخرة 360 مجند بحكم نهائي وبات أيدته محكمة النقض يتحدث. طب فيما يخص محاكمة اليوم أو محاكمة مبارك، ما الذي يعني حضرتك يعني ذكرت بأنه ربما يكون يعني خطأ في حق ما يحدث من اعتراف بأنها ثورة وفقا لما جاء في الدستور، ولكن إذا ما تحدثنا قانونيا عن محاكمة اليوم، ما هي الخطوات التالية بعد الانتهاء من الاستماع لشهادات المتهمين، وما الذي يمكن أن تضيفه شهادة مبارك عن نفسه بعدما استمعنا لشهادات المتهمين الآخرين؟ طيب، من الناحية القانونية المتهم لا يشهد ولا يجوز له ولا تجوز له شهادة لأنه متهم ومن حقه أن يسلك كل السبل للدفاع عن نفسه، وبالتالي هو محاولة للدفاع عن نفسه وليس شهادة. يعني المتهم لا شهادة له أمام المحكمة، الشهادة لشهود الإثبات وللمجني عليهم فقط، أما المتهم فلا لا شهادة لمتهم. هذا من الناحية القانونية. إذن يطلق عليه الدفاع عن نفسه.
هو يدافع عن نفسه فقط وفق اجراءات قانونيه تقدرها المحكمه وبعد موافقه الدفاع الحاضر معه في القضيه. لكن للاسف الشديد نحن لسنا امام مرافعه ولسنا امام دفاع عن النفس، نحن امام محاكمه اخرى. يعني الدفاع يحاول ان يمرر محاكمه للراي العام المصري، يحاول ان يبيض وجهه امام الجماهير الشعبيه اللي خرجت في 25 يناير واللي خرجت في 30 يونيو للتاكيد على اهداف ثوره. طيب دوك استاذ طارق، يعني اليس من حق المتهمين بعيدا عن فحوى دفاعهم عن نفسهم اذا ما كنا نتفق معها او نختلف، ولكن اليس هذا يعني قانونيا جائز بانه يدافع عن نفسه وتكون له الحق في الدفاع عن نفسه؟ بالتاكيد بالتاكيد من حق المتهم ومن حق دفاع المتهم، هذا من الناحيه القانونيه والحقوقيه، ان يسلك كل السبل لاثبات براءته، ولكن هناك حاله تسمى تجاوز حدود الدفاع الى حد ارتكاب جرائم اهانه للدستور واهانه لافراد واهانه لمؤسسات باركت هذه الثوره وايدتها ووصفتها بانها ثوره عظيمه، وهناك من ادى لها التحيه العسكريه، فنحن لسنا امام حدود دفاع. تمام، الخطوات التاليه ايه يا دكتور استاذ طارق؟ ما هي الخطوات التاليه في هذه المحاكمه؟ هو المتهم اخر من يتكلم، وبالتالي لا يجوز تعقيب اي للمدعين بالحق المدني ولا النيابه بعد بكلام المتهمين، اذا كان هناك تعقيب فقط من دفاع المتهمين ثم تقوم المحكمه بحجز القضيه للحكم واصدار الحكم فيها. تمام، انا بشكر حضرتك معانا الاستاذ طارق العوض المحامي بالنقد ومدير مركز دعم القانون، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.